السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا من جديد. دائما في إطار الذكاء الاصطناعي غنشارك معكم اليوم كيفاش تانستالي شات جي بي تي على الحاسوب، سواء كان ويندوز ولا ماك. تعقل الحاسوب، غتمشي لهذا الرابط هذا http://github، إذا فهو موجود على جيت هوب. كتوصل لهاد الصفحة هذه، هنا كاين الكود كومبلي ديال البروجي. ما بغيناش البروجي ككل اللي بغيتي تغير عليه، مي حنا غادي نهبطوا لتحت انستال. هنا بور ويندوز وهنا بور ماك. هنا بور ويندوز ان تيليشارجيو انغوجيستري، ها هو تيليشارجا انستاليو. غنمشيو للملف فين تيليشارجيناه، كليك دروا اوفغيه، غطلع علينا هاد الشاشه هادي اكزيكوتي، تطلع على نيكست نيك انستال وي، خدموه لونش فينيش اي توب. ها حنا انستالينا، يمكن نخدموه على البي سي ديالنا. شات جي بي تي بريفيرونس، كان هناك العديد من المزايا حاول ان تجربها. يتوقف نظرا لان الضغط شات جي بي تي از ات كاباسيتي رايت ناو. دابا بعد ما كتانستالي فكتجي هنا على المكتب، كتلقى ليكونه ديالو، ضغط عليها. بعض المرات راه ما تيكونش خدام، نكرو ستارت، وهنا كتطلع لك هاد لاباج هادي، كتسجل الدخول ديالك. تي غدير حساب جديد، دير هنايا سين اب، ثم غادي تسجلو بجوجل. إذن كما لاحظت هنا، فجوجل طلب مني أو تأكد أولا أن الحساب حسابي وأن أنا الذي سأستعمل حساب الجيميل الخاص بي فقط. هذه مراحل للتحقق، قد تصادفها أنت وقد لا تصادفها حسب درجة الأمان الخاصة بحسابك جيميل. إذن بعد الدخول، تسجيل الدخول، تخرج لك هذه النافذة فقط، بعد يمكن أن تقرأ، ثم أنت في الشات جي بي تي تشتغل به كما كنت تشتغل على الانترنت. لكن هنا كذلك يحتاج إلى الانترنت لكي يشتغل، فقط هنا لا تحتاج أن تدخل من جوجل، فأنت تدخل مباشرة من هذا الرابط الذي نصبناه عليه. وصلنا إلى نهاية الفيديو، ادعمونا بالاشتراك. السلام عليكم.